دروس صفرفات شحيتها. انا تشيرمان شركه جريس تيم. اكشلي احنا ما اشتريناش المكن الاتش بي كله من ماك، ولكن احنا اخترنا ماك كصيانه، لان احنا بعد ما جربنا ماك في واحده من الاعطال بتاعتنا، وكانت شركه بروفيشنال الصراحه في اصلاح العطل دوت، وثقنا فيها جدا. لا، وجدنا كمان سرعه كبيره جدا في تنفيذ الوعود بتاعتها، زائد ان كل قطع الغيار متاحه عندها. قبل ما نشتغل مع ماك صراحه احنا كنا ممكن نعطل بالاسبوع والاثنين والثلاثه، لكن لما اشتغلنا مع ماك الريسبونس سريع جدا، قطع الغيار كلها متوفره، واحنا حتى الى الان اي حد عنده مكن اتش بي بنرشح له شركه ماك ان هم يشتغلوا معاهم.